السلام عليكم. شايفين ده ايفون 11 برو ماكس، ايفون 11 برو ماكس الصوت بتاعه مش واضح. شايفين السماعة مسدودة ازاي؟ طبعا قالوا له تبديل كامل وطلبوا منه سعر كامل، والجهاز ما يحتاج يتفتح اصلا، بس يحتاج تنظيف. تابعوا معي. طبعا شايفين دي فرشة، دي اول شيء. تاني شيء مادة فيها كحول، طبعا بستخدم مادة اسمها 530. وبعدين بحط على الفرشة بالشكل هذا، ما بحط على التليفون، بحط على الفرشة وببدأ بالشكل هذا لمدة دقيقة او دقيقتين، انظف في المكان هذا. طبعا اطفي التليفون الافضل، يعني شايفين كمية اعزكم الله التراب مع العرق مع الرطوبة بيجمعوا مادة هنا تكون صلبة تسد الفتحات اللي هي هذه. شايفين الفتحات فتحت كيف ما استخدمنا الفرشة. طبعا لو عندك اي عطر فيه كحول هتحط على الفرشة وتبدأ تعمل كده، او الكحول العادي. طبعا البيوت كلها فيها كحول. نبدأ ننظف بالشكل هذا، كل ما طالت المدة في التنظيف كل ما كانت. شايفين التراب اللي حوالين السماعة طلع كيف؟ شايفين بالشكل هذا بدأ يطلع. المرحلة الأخيرة بجيب سلك يكون رفيع جدا السلك بالشكل هذا، وبعدين باقي فتحات السماعة، واجيب السلك بالشكل هذا واجي على فتحات السماعة وبساعد الفتحات بس بالشكل هذا، والصوت بيرجع معاك ان شاء الله كأنه طالع من الكرتون. طبعا كل شوية نضب بالفرشة وان شاء الله بإذن الله يرجع معاك، لا تحتاج تبديل ولا تحتاج تفتح التليفون اصلا. شايفين الفتحات بدأت تعمل ازاي؟ شايفين طبعا السلك ده رفيع جدا. شايفين وبعدين انضب بالفرشة بالشكل هذا، وبكده السماعة ترجع معاك 100%، لا تحتاج تبديل طالما الصوت موجود والصوت ضعيف، بس هيظبط ان شاء الله.